حمام القواس القريبة من باب النصر وجامع الزكي وزاوية البعاج والعائد للعهد المملوكي، دخولك عليها رح تكون عملت جولة في أقدم الأماكن والحمامات السوق الموجودة في مدينة حلب، واللي رح تدهشك بتفاصيلها وزخارفها الموجودة على الأرضيات الرخامية وعلى الجدران. تتميز حمامات السوق التاريخية القديمة بوجود القباب الحجرية التي تمتلك فتحات تسمح لدخول أشعة الشمس نهاراً على الحمام. البراني والوسطاني والجواني هي أقسام حمام السوق، وجر الحمام والمي السخنة هي الركيزة الأساسية في هاي الحمام، والدريرة والبيلون وصابون الغار وكيس التفريك هن أجمل ما يمكن أن تجربه في حمام السوق، واللي كانت عبر العصور والتاريخ تستقبل كافة أطياف المجتمع وكافة الطبقات. كان يقلي أبوي الله يرحمه أنه في زاوية بحمام السوق كانت تمتاز بوجود بخار الماء الكثيف جدا، كانت وجهة للأشخاص اللي معهم أمراض صدرية. توزع حمامات السوق بيدلك على الاهتمام بالنظافة من مئات السنين. جربت شي يوم تطلع من تحت إيدين المكيس وانت عم ترتر؟ إجباري رح تحس حالك وكأنك خلقت من جديد.